بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. راح نتكلم عن خطورة زيادة الأحماض في البيئة، طبعا أيضا زيادة الحموضة وهي البي اتش في البحيرات والأنهار والمجاري المائية. إذا حصل لها أي تغير في زيادة الحموضة ممكن تسبب أثر كبير ودمار كبير جدا. إذا تغير البي اتش الخاص بها يمكن أن يؤثر على الكائنات التي تعيش فيها من حشرات ومخلوقات وأسماك وطيور، جميع المخلوقات ممكن تتأثر فيها، وغالبا يعني الإنسان أيضا هو له النصيب الأكبر في هذا التأثيرات. الأحماض تنتج أيضا في الجو من الغازات الملوثة للجو، فالكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والناتج من عوادم السيارات عوادم السيارات والمصانع، هذه الأحماض تسقط مع الأمطار ويطلق عليها تراكم أو تراسيب الأحماض في الجو بالضبط. وبالتالي فهي تشكل مشكلة على مستوى العالم، حيث أنها تسبب زيادة حموضة العديد من البحيرات والممرات المائية، وحتى البحر ممكن تزيد من نسبة الحموضة فيه وتسبب دمار كبير جدا للمخلوقات البحرية من الأسماك والحيتان وجميع المخلوقات. ونتمنى أن يتم تقليل هذه الأعراض التي تصيب البيئة من قبل العلماء والمختصين في هذا المجال، ويجيهم الدعم إن شاء الله من البشر من الناس الثانيين. واتمنى ان يعني ننشر هذا الفيديو ونفهم أهمية هذا الشيء اللي ممكن لو أهملناه ندمر فيه الكوكب كامل. الى هنا انتهى الدرس، معكم خالد بن سعود الحليبي، وان شاء الله نشوفكم في درس لاحق.